السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنوز مصرية. برنامجنا هاتف ومتنوع، وفي كل حلقة بيكون معانا نموذج مشرف من المجتمع المصري، بنهتم بتوصيل المعلومة الصحيحة لحضراتكم. معايا ومع حضراتكم النهاردة هنتكلم مع نجوم مصرية. معايا الشاعر محمود نبيل وكمان نجم الراب علي حسن. اهلا وسهلا بكم وكل سنه وحضراتكم طيبين، نورتونا. نورك يا باشا، الله يخليك. عرفنا بحضرتك يا محمود. محمود نبيل، بدات الشعر من فتره كبيره جدا، من سته ابتدائي تقريبا بدات اعمل حفلات واشتغلت علاقات عامه وصحفي، واشتغلت حاجات كتير في مجال الشعر زي تنظيم الحفلات والتصوير وهكذا. تمام، اهلا بيك يا علي. اهلا بيك يا باشا. عرفني بنفسك. علي حسن علي، برضو في الراب من فتره كبيره، و يعني بحب الراب وكده بقى وبس يعني. تمام. ابدا، امتى بدات موهبتك يا محمود؟ كان من سته ابتدائي، كان الموضوع بدا اللي هو يعني حاجات بفضفض للورق، بدا اتطور في الاعداديه اذاعه مدرسيه، الموضوع بدا في تطور لحد ما وصلت ان انا ابدا اشارك في ندوات وبعدين حفلات، وبعدين الحمد لله بدات لقاءات تلفزيونيه، يمكن ده اللقاء 27 ليا ما شاء الله. الحمد لله يعني، وبدات ان انا اسس جروبات لدعم المواهب، فبحاول كمان اساعد المواهب ان هم يوصلوا ويحققوا احلامهم. بس خلاص، سمعنا حاجه بقى، اتفضل. كلامك يشبه سكوتك، وبفهم بس من صوتك ريحة سكوت العاشقين، يا واخداني من الدنيا في حضنك، بس بتمنى أكلك قلب وشرايين، أكلك عمر، أكلك كيف كما تحبي، يا واخدة روحي من روحي، يا حافر الحب في قلبي، يا حضناني في عز الليل بننك، ومن ضحكتك بتشرق شمس، يا أجمل بنت تتحس، حضنتيني فضمتيني فوريتيني هدوء الليل في عز الشمس، عيونك الحلوة، عيونك السودة، وشكل الكحل على رموشك، وحدود الروج على شفايفك، بتشبهي باريس بالليل، يا أول دمعة فرح نزلت على الأرض، زجت الورد فزاد فيها منسوب النيل، يا أول فيضان يهد السد ويجري طميه على جسمي، فيطرح حب وسمات قلبي بإنك فيه، فزيدي صدري من ضمك، وازرع جدر في طميك، وهطرح لك ما تريدي وكل الكون، يا اول بنت في الدنيا تساويني في بند جنون، يا اول ضحكه لما بتطلع بتحرر وطن كامل، يا اول ودن لما بتسمع بيبقى الفعل متكامل، يا فرشه بساتين الفرحه بضحكه على خدودك، ورصه كل بنات الكون على حدودك، انا من يوم هكون عودك وموعودك، واوتار قلبي تعزف جنب ضحكتك، وأوتار قلبي تعزف جنب ضحكتك، فيسمعوها العاشقين أغنية رومانسية، يا منسية يا هجرة كل أراضي الكون، وساكنة بس هنا فيا، وأرض الأرض بتعد خطاوي حدودك، ويزيد ضي القمر ضي بوجودك، كفك كما البساتين ونفسك كما الياسمين، يا عارض الأرض بورودك، ولما لمست إيديكي سحاب السماء بيتكلم، وصخر الجبل بيغير، نجوم السماء بتتلملم، وجنبك بس بتسير، يا واخدة روحي من روحي، يا واخدة روحي من روحي، أنا أحبك أنا عشقك، أسهر الليل لو غبتي، ولو عدتي ينام الليل ويحضني، وننعس في براح حضنك، أنا أحبك. لا ما شاء الله، كلمات جميلة وبتلمس القلب. كتبت إمتى بقى القصيدة الجميلة دي؟ دي تقريبا من 4 سنين، ومبدئيا كده ملهاش علاقه بارتباط او اي حاجه، هي كانت فضفضه او حد بيجسد شخصيه حد قدامه، لكن ملهاش علاقه بحياتي الشخصيه انا. اولا تمام، برافو عليك. طب سمعنا حاجه يا علي؟ كان ممكن البيت يشتغل ولا هو شغال؟ اتفضل. لا انا مش سامعه، هو بيطلع بره. اتفضل اتكلم، قول. أيوة. لما كنا ومش هنقول غير كنا، لما ظروفنا تسمح ان الشمس تطلع جوه بيتنا وتقتل خوفنا، السماء بقتش تنطر وبكل جيوش مش هقدر، انا ضعف اخر قوة فبكل الاحزان انا هكفر، كان حبك ليا في كل نهاية تبقى بدايتي انتي،
اخترت الماضي وما اخترتش حاجة من دلوقتي. انت اللي هربتي وخفتي، انت اللي بعدتي وشفتي. ايوه هربت عشان من كل حاجة تعبت. هديت مملكتي في ثانية لما بكل جيوش رهنت. مفيش امقات هتبكي عليها، حبك راح مرجعش. دبلت الوردة في حضنك بس الشوق جرحك مطلعش. ما هو جرحي احسن ما يكون جسمي مليان بالسموم، والشوق ده انا اللي زرعه فيكي يحمي من الهموم. دلوقتي خايف دلوقتي يعدي واموت لوحدي، اربع حيطان ورقتي ومش باقي لي غيرك انتي. انا اللي قتلت الضعف فيا عشان تباني قوية، انا اللي عدلت الكفة لما مالت بيكي وبيا. يعني ارتحت لما عدلت الكفة بتقول الحزن. نفس اليوم انا شفت واحدة قاعدة بتنتحر في ركن. بتحب ليه وانت مش هتبقي قد الوجع؟ عديت ظروف واقرب حد ليها هي الورق. معذورة لما تشوفها قاعدة جوه بيته، بتشوف ضحكته بتلمس كل شيء حبيته. يبقى الحب بينهم لقى بعد ما كان هيبقى بكا. يحرم عليا البكا في حضن غيرك وقت اللقى. انت عارفة بيحبك بس ظروف مش اكتر، وانت اكتر حد عارف الناس ما تشوفش الا المظهر. طب مش هكتر ومش قطعت الورقة سطر فاضي ونبتدي من الاول. اه اسف نسيت انك سامع ما انت شايف، يعني اقدر الخبط مخك واقدر ازيف الحقايق، واقدر ابقى قدوة ليك واقدر ابقى شخص هايف. ما انت شايف لكنك سامع، فحكم عقلك كله بيتقدم مش راجع. حكاية بتعدي وعمري يعدي معاها في ثانية لقاني واقف مكاني وحلمي بيتسرق قدامي. فما جاش في بالي انها ذكرى عايشه فيا، هربت مره منها وتحملت المسؤوليه. اسم العلي مش محتاج تفسير ولمعه، يدخله بتكلم عن نفسي وورقتي يعمى. اسف نسيت انك سامع ما انت شايف، يعني اقدر الخبط مخك واقدر ازيف الحقايق، واقدر ابقى قدوه ليك واقدر ابقى شخص هايل. انت اللي كتبتها؟ لا دي اغنيه متغنيه، يعني متغنيه وانا بغنيها وكده. يعني ليها قصه يعني؟ يعني ليها كذا قصه، يعني قصتها مثلا بتعبر عن الحب. يعني مثلا انا يعني هي بتبقى كده مثلا، يعني بتعبر عن الحب. انت لما غنيتها حبيبها ولا كقصه ليك فشدتك؟ لا كقصه ليه شدتني، وانا اصلا يعني من زمان وانا بحب الاغنيه دي فبغنيها كتير، وكل اللي بيسمع الاغنيه يعني بيقول لي ان انت بتعرف تأدي في الاغنيه دي حلو وصوتك فيها حلو، يعني في يعني حته الاداء. طيب ماشي هنرجع لك تاني يا علي. قول لي يا محمود، انت شاركت قبل كده في حفلات؟ شاركت في حفلات كتير جدا، يمكن كانت من تأسيسي ودعمي. منهم علي كان موجود معايا في حفله لدعم المواهب والشعر والغنى والتمثيل والرسم. يمكن لما بدات مشوار ان انا اعمل الحفلات دي او ان انا اتبنى مواهب، كانت الفكره ان انا ما لقيتش حد يساعدني في البدايه، فحاولت ان انا اللي استفدته افيد بيه الناس. فأسست جروب ستار باند بنساعد المواهب بدون أي مقابل، دي مش دعاية للفريق بس احنا بنساعد الناس بدون أي مقابل. مواهب في الشعر في الرسم في الغنى في جميع المجالات بنساعدهم انهم يطلعوا حفلات لو قدرنا نتواصل مع قناة تلفزيونية ان احنا نطلعهم. فبدأ الفكرة تنتشر في جميع المحافظات، والحمد لله وصلت ان انا من 2016 لحد دلوقتي محقق نجاحات كتير جدا. كان حفلاتي بيدعمها ناس كتير جدا زي هشام الجاخ في 2016، حضر لحفلاتي مطربين وضيوف شرف، ناس يعني عظيمة. دي كشركه يعني ولا عاملها برنامج على الفيسبوك؟ لا ده جروب على الفيسبوك. جروب ملوش مش غير ربحي، ملوش ارباح يعني. ماشي يا محمود، قول لي علي انت شاركت كمان في حفلات قبل كده ولا؟ شاركت في حفلات، شاركت في افراح كتير، حضرت زي اللي هو شغل قاعات كتير، حضرت حاجات كتير يعني. حضرت افراح، فحضرت حفله قبل كده، حضرت كذا حفله برضو، حضرت كذا حاجه. ماشي يا علي، قول لي يا محمود القصيده الثانيه هتبقى عن ايه؟ ويا ريت تسمعها. هي القصه، اتفضل. هي القصيدة التانية بتجمع ما بين بداية الحب ونهايته السيئة، مش دايما بتكون سيئة، بس في القصيدة دي يمكن بجسد نقول 90% من حياتي عامة. هنقول اتنين في أماكن مختلفة، اتنين في أماكن مختلفة، واحد في أقصى الشمال، واحدة في أقصى الجنوب، عايشين حياة مختلفة، كل الحاجات مختلفة بس القلوب تشبه لبعض، اتنين وربك واحد، جمع ما بينهم من غير معاد. شوف العجب يا اولاد، هيجيلك من بعيد حد شاف كتير بشر، عدى كل الحدود علشان يحبك انت. تبتدي الحكايه ازيك عامله ايه، شاد بالساعات، يوم ما يحلاش الا بيك، حلمت بيك حبينا بعض، زرعت في طريق الورد، لميت شوك الورد وحطيته جنب الطريق، كنت مؤمن بإني لا يجوز للشوك إنه يبات في حضن الورد.
وإن الغريق ممكن تنجيه قشاية. حبيت حياتي علشان أنت فيها. غير عليك من صحابك أقول لك ما تكلميش حد. تقولي لي وأنت كمان بناكل تقريبا نفس الأكل ونطير مع الدخان. يهزنا صوت كاظم ويقول إني أحببتك حتى احترق الحب. أحبيني إن كنت تريدين السكنة أسكنتك في بوء عيوني. فتنامي في حضني وتتدفي وتغطي الجرح اللي في كتفي فتدفى وأنام. وأقوم مخضوض وكأني مولود على جرح لا يمكن يتغطى. رجعت ريما لعادتها القديمة، كل الوعود بتتبدل، كل الكلام بيتغير، كل اللي كان سكر أصبح حاجة أليمة. وأنا ماشي على طريق قلبك السريع، كلبش قلب الخوف وشوك حياة الورد. فعرفت ليه كل الورود مليانة شوك، وعرفت إن الغريق غريق ومش ممكن تنجيه قشاية. ما أنا كنت أقوى من القوي، أنا كنت أقوى من القوي، حبيت قوي، أصبحت أضعف من الضعيف. جو الشتاء تحول خريف، طير مشاعري في الهوى. محناش سوا، محناش سوا، محناش غير اتنين في أماكن مختلفة، واحد في أقصى الشمال، واحدة في أقصى الجنوب. عايشين حياة مختلفة، كل الحاجات مختلفة، مفيش حاجة تشبه لبعض. اتنين وربك واحد، فرج ما بينهم من غير معاد. شوف العجب يا ولاد، هيجيلك من بعيد حد شاف كتير بشر، عدى كل الحدود علشان يجرحك انت. فتآمن بإن كل الوعود كذب، كل البشر خاينين. ما انا وانت كنا واحد، ازاي بقينا اتنين؟ ازاي بقينا اتنين؟ موت جميلة جدا وكلماتها حلوة جدا مؤثرة. كتبتها امتى؟ دي كانت اخر حاجة كتبتها من سنتين. كان ليها قصة؟ كان ليها قصة. هو اللي احنا بنقوله او اللي انا دايما بتسأل لما بتسأل سؤال، هل ارتبطت بقصائدك ده بالقصائد اللي بتكتبها او دي ليها قصة في حياتك؟ فانا دايما انا شايف ان الحب طالما فترة وعدت فما يتسماش حب. يعني ما اقدرش اقول اللي انا كتبته ده او الكلام اللي انا قلته ده في حد بحبه، لان لو حد بحبه هيستمر او انا هستمر. الحب ملوش مدة معينة، ملوش تاريخ انتهاء صلاحية، فهو مستمر. فطالما الموضوع انقطع وانا قلت كان، فهو ده مش حب. فده المطلق اللي انا اقدر افسر بيه القصيده دي. بس احنا معانا تهاني عايزه تغني اغنيه لفلسطين، بعتت لنا على صفحه البرنامج، ممكن نسمعها؟ تهاني معانا؟ الو، نأسف قطع الخط، اتصلي بينا تاني. يا تاني رجعت، رجع بينا تاني. الو الو، يا تهاني كل سنه وانت طيبه. الو، انت سامعاني؟ تهاني من فلسطين سامعاني؟ تهاني؟ ايوه سامعاك. طيب يا حبيبتي لو سمعاني، كل سنة وانت طيبة، سمعينا الغنية اللي انت عايزة تغنيها لفلسطين. فلسطينية؟ تفضلي، الشبكة عندك بس اتحركي شوية. سمعاني؟ اغنية لفلسطيني؟ اتفضلي يا تهاني. الو، ايوه انا سامعاكي، اتفضلي. اقول لك الاغنيه لطفل فلسطيني فقد امه خلال الحرب الاخيره اللي هي من الحصار. تمام، هي اغنيه لمغني وهو غناها بعد الحرب بيوم، فانا حبيت اغنيها. ماشي يا حبيبتي، اتفضلي. اقفلي الشاشه واقفلي التلفزيون وكلميني على التليفون. اوكي، اتفضلي. بداية أنا مش مغنية بس حابة أغنيها. يا حبيبتي اتفضلي. تمام؟ تمام. أوكي. ضميني ضما، وخذيني يما، حطي في إيدي قلبي لما، شفتي الحبايب كلنا من دم كنتي، أول عينينا فتحت لقينا في انتي. آه
شكرا جزيلا استاذه تهاني من القاهره، بعتت على صفحه البرنامج عايزه تغني اغنيه لفلسطين. هي مش مطربه بس عايزه تغنيها حبا في فلسطين وفي اهالينا في غزه. نرجع ليك مره تانية يا علي. قولي يا علي، سمعنا حاجه راب وطبعا هتقول لنا ايه التفاصيل وكاتبها امتى. اتفضل. طب انا ممكن بس صوت المزيكا بس تبقى عاليه شويه عشان الصوت ما مش سامع المزيكا اصلا. ماشي اتفضل. مزيكا اتفضل بس يا علي. معلش غيروا له الميوزك لو سمحتوا. مش معنى قوة لأن الدمع كان وسيلة، استغلال دموعي العين واللعب عليها كان أكبر حيلة. كرهت الضعف في كل مرة عنيك بجد قدامي، كرهت حتى أسألك مالك وأفضل عيد كلامي. كل لما وجعي يقل شوية يبقى الحب بعيد، ما بقاش يفرق معايا اللي بيعني عشان قلبي تعب. الليل وطننا العشمانين في حبة راحة، اهرب من نور الشمس مش هتهرب من جراحك. مكسور بيصلح كسر يشبه للي كسره، أيام بتجر وعود تخلف ويقول ده قدره. كل البدايات تنتهي، كل العيوب تبتدي تظهر وتشوي، فجأة حبي كان لسه بيتولد. مش هعرف اداري كل سطر كتبته في لحظة وجع، يوم ما عرفت ان الورق احسن من احسن صاحب جدع. اتعب لي تعبك ليه لما انت ما قدرتش تعبي، واتوه في عتمة ليلي يبقى اكيد جدعنتي ذنبي. هفضل طول عمري لوحدي محدش قادر يبقى جنبي، حتى اللي جنبي عمرهم ما هيبقوا سندي. كله فيه اللي مكفيه واللي هيسندك هيسبق، وهترجع تاني لوحدك كل اللي سندك سابك تغرق مش بمزاجه. اصلك ما كنتش من بقيه ولاده، لما هتيجي الدنيا عليه لازم وقتها يختار حياته. اصحابك وعيلتك واخواتك كل وهم، حبيبتك بتضحك شايفه غرقان في الهم. 27 سنين تربيتك ما تروحش الا نفسك، زرعت فيها كل حاجه خليتها تكون عكسك. كان متهيألك انها بقيالك ومنك، عمري ما حد هيشقيلك غير نفسك. حتى لو كان ابنك فوق غرقان بتعافر وسط الموج ماسك في الطوق، كل اللي شايفك فاكرك متهني وحدك بتروق. لكن لو عارفك كان شافك غرقان بيعافر الموت، او كان شافك مجنون وبيشكي للملكوت. كلنا هنموت وسيرتنا مصيرها الخلود، كسر قيود صوتك وامنع السكوت. مرحب بالموت افضل من الدنيا الجبروت، ربك خلقك متين فاكيد متين لازم تعود. كلنا هنموت وسيرتنا مصيرها الخلود، كسر قيود صوتك وامنع السكوت. مرحب بالموت افضل من الدنيا الجبروت، ربك خلقك متين فاكيد متين لازم تعود. عشمان يقولوا ملايكه ازاي معاك هو انت ملاك، عيلتك واصحابك وحبايبك كلهم اتأذوا اياك بسببك انت وعشمك اللي قتلك في اللي قالك. هفضل عمري كله جنبك لو سبتك مش هبقى بفرقك، هكون فرقت الدنيا ساعتها ومش هيكون بايديا. صدقت عشمك ودعيت ان اللحظه دي مش جايه، في الاخر عشمك قتلك برضو وعقلك بيهيألك ان اللي قالك مش هيسيبك برضو جنبك مهما حصلك. ومشيت ورا عشمك وبقيت من شكلك، كل اللي يشوفك ويشوف حالك بيقول يا بختك. مع اللي في ظهره وسنده عمره في مره ما غيب ظنه، ريتنا معانا حد زيه كان بقت حياتنا شبهه لو عرفه. كل اللي عشمت فهم لك عجزك، سبك مع حالك كل كلامك ما بقاش مستحملك. حملك كل فعل ما كانش بايدك، قالك مسؤوليتك كل اللي عملته بيتردلك. كسرت فيا درعي سليم وقلت لي ان الحب، شوهت كل قديم بحجه ان كله كذب. ما بلاش اوهام وكفايه كلام، كل اللي كسرته في قلبي قادر اصلحه الايام. ما تخافش عليا تعود تعدل في الكفه المايله، ضعفك اكبرني انكر شمس اقول انها مش هي. قدامهم انا الجبروت ويقولوا ازاي ما بتكسرش، ابكي عيني على اللي راح لانه مش هيرجع تاني. خليني احس ان الايام اصلا تخليني عاني ببساطه، قطعت اخر طرف خليك معهم بس.
قابله صدفة بعد ما الأيام طفت ملامحه، ضحكت في وشه والصورة بتتبرق من جرحه، نفسه يسمع منها أسفة أو تقول وحشت وجودك، قالت مش فاكرة اسمك قبل الكفة وترى مقنونك، سنين فراقي معاكي كله ضاع، مش فاكرة فعلا يعني مش قادرة صح الأوجاع، لكن مازال فاكرها في كل يوم بيموت من غيرها، حاول يعتذر رفعت إيديها وقالت استنى، عديت سنين طويلة دلوقتي أسفك ملهوش معنى، في جزء غايب منك غيرك لف عليه ودور، قلبي بيديك عذر معناها تقول تصور، ما كنتش شبهك بس حاولت أشبهك فشلت، مفيش أمل لإني هتنسيني إني اتخنت. شكرا 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 علي. اختم لنا بقصيدة بقى اتفضل. أولا بس حابب أقول حاجة صغيرة مش لازم ننساها طبعا. اولا بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره اللي عملها لدعم فلسطين، فدايما فلسطين جوانا احنا كمصريين وكعرب، فدعم فلسطين واجب على الانسان نفسه وعلى كلنا، فعلينا كلنا، فانا بشكر جدا جدا الرئيس عبد الفتاح السيسي على وقفته جنب فلسطين. اقول قصيده والدي. اجراس اجراس كنايس بتصحيني، أجراس كنايس بتصحيني في وقت ما المؤذن بينادي مات، أجراس كنايس بتصحيني في وقت ما المؤذن بينادي مات، وملايكة جاية بتعزيني لما صوته في قلبي فات، وأنا عامل زي أطرش في وسط زفة بسأل مين اللي راح، مين اللي فرش الأرض دموع وساب للناس جراح، وفجأة تليفوني بيرن واسم ابويا على الشاشه، رديت وحشتني يابا، ردت امي ابوك مات، رديت وحشتني يابا، ردت امي ابوك مات، بدا السكات عبى المكان، حتى الكلام غير الكلام، صوت الصويت عدى السموع، كتر الوجع غطى الدموع، حتى ابويا رافض رجوع، لميت دموعي في الشنطه والطريق من القاهره للصعيد بتنزف وجع من كتر هموم الركاب، يا كل ساعي ورا حلم، إن طريق الحلم عذاب، وجيت على الشارع اللي كان بيجمعنا لأجل لما أشوفه أكدب أمي، فسمعت صوت صويت طالع من البيت وعزا مفروش على الأرض، معرفتش منه أعدي، عديت ساعات وساعات لأجل ما أوصلك، ولما تأخرت لحظة الموت قبلي وصلك، ما بين صوتك وسكوتك موتي أنا قبل موتك، وباب البيت اتقفل وكل احلامي نزلت في ميه غسل ابويا، وانا بتحايل على الايام، طب سيبوني اقعد معاه لحظه، طب دقيقه، طب ثواني، بس للاسف عمر اللي راح ما بيرجع تاني، سكوت بنحب ليه لما نهايه الحب موت، لميت كل حاجه فجريت لاجل ما تلم فيك، فتلم الوجع فيا وقطر الفرح بيفوت، كنت بتحلم تفرح بيا فعشت بيك فكنت للقبر، واول ما شفتك ضميتك فضمت جسمك الارض، ولما خفت من الظروف فرشت الارض خوف فجر الخوف حوالين رب القبر لاجل ما يسقي الورد، كل الدنيا اتدفت لحظه ما جسمك لمس الارض الا انا بموت بالبرد. شكرا. كلمات مؤثره جدا ووجعتنا في نهايه الحلقه. بشكركم نورتوني النهارده، وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، انتظرونا في نفس الميعاد وإلى اللقاء.